تشوفوا فيه كامل بخمسة دراهم، هانتوما تلاحظوا، وهاد الطباسة هادو حتى هما بخمسة دراهم، شوفوا تبارك الله كي دايرين، اللهم بارك. هاد القاطو هذا بخمسة دراهم، هاد الحلوة هادي بثلاثة دراهم، هاد المقارونية بخمسة دراهم، هذا بخمسة دراهم، كاس ديال العصير شوفوا كي داير بخمسة دراهم، شوف يا سلام. السلام عليكم خوتي، نهار كبير هذا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم كل مره نجيب لكم الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في شارع بوراس بايو، شحال من واحد كيسولني فين جا شارع بوراس. جا في بايو قرب محمد السادس، الجرده ديال بايو ها هي، غير هنا الجرده ديال بايو ها هي، تقريبا المقهى ديال اورينتال ها هي، يلا كيحل الجديده وبالضبط عند بازار ديال عبد الحفيظ. ها هو بازار عبد الحفيظ، ها هو شفتوه كما كتلاحظوا، كاين القرد الفلاحي ها هو فيه. اذا ان شاء الله راه كاين الجديد، ان شاء الله غادي ندخلوا عند البازار هنايا وغادي نشوفوا الجديد ان شاء الله. كل شيء اللي كتشوفوه هنا بخمسة دراهم، ها انتم تشوفوا، اللهم بارك. اذا دائما كنحاول نقدم لكم الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري، وراه كاين الجديد، ها هو بازار عبد الحفيظ شارع بوراس، ها هو شارع بوراس. المهم غادي ندخلوا ان شاء الله باش نشوفوا الجديد اللي كاين هنايا عند السي عبد الحفيظ. دائما كنجيب الجديد، اللهم بارك، كما كتشوفوا منتوجات ديال الكوزينه، يعني على من ما قلبت كاينه. انتم تشوفوا الباسينات، السوبيرات، يعني الجميع الحويجات اللي كتستعملوهم في الكوزينه راهم كاينين هنايا بجوده ممتازه وثمن ممتاز كما كتشوفوا. هانتوما تشوفوا هذه 5 دراهم، يعني ما شقاوش نسولوا على الثمن، يعني الثمن راه مناسب، 5 دراهم كما كتلاحظوا. الثلاجه اللي كيدخلوا في الثلاجه، يعني السوبيرات، القراعي ديال الماء مثلا، المهم كما كتلاحظوا الباسينات، المهم كاع هذا الشيء اللي كتشوفوا فيه الان ب 5 دراهم، وكاين اللي فيها زوج حبات ب 5 دراهم. شوفوا هاد السوبيره هذه، هذه ما غاديش تلقاها كاع في شي بلاصه هذه الا عند السي عبد الحفيظ هنايا، بازار عبد الحفيظ. اذا دائما ما تمشوش بعيد، بايو بايو بايو. ها انتم تلاحظوا البلاطويات ديال الصينيه وداك الشيء، المهم ها انتم تشوفوا، ها انتم تشوفوا باش تشوفوا كاع الحويجات اللي كاينين هنايا ب 5 دراهم كما كتلاحظوا. المنتوجات يعني مزيانه كاليتي، شي حاجه اللي مزيانه تبارك الله. يعني داكشي علاش كنقول لكم حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. وهو السي عبد الحفيظ راه دائما كيجيب الجديد، داكشي علاش كنقول لكم بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. هانتوما تشوفوا، لا بالنسبه للحويجات ديال الدراري الصغار، ولا بالنسبه للحويجات ديال الكوزينه، ولا بالنسبه للحويجات تقريبا ديال الدار كاملين. هانتوما تشوفوا، غادي ندخلوا ان شاء الله، راه كاين ما يدار في المحل الداخل مع الاخوان. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، ها جبنا عليكم اليوم، جينا وجبنا الجديد، ها تبارك الله عليكم اسيدي، ما شاء الله هادشي هذا راه الا جينا ندورو الحانوت كامله راه خصنا نهار ما شاء الله. يعني غادي نبداو دائما على اليمين، عندنا هنايا كما كتشوفوا مكياج الانواع ديالو الاشكال ديالو كما تلاحظوا، يعني بالنسبه للصباغه، بالنسبه للزيوت، بالنسبه لهذا الشيء هذا اللي كتلاحظوا به الان، الثمن مناسب كما كتلاحظوا، الثمن بلا ما نسولوا راه 5 دراهم من القنت للقنت، وكاين بعض المرات كاين جوج حبات ب 5 دراهم كما تلاحظوا. انا بهاد البلاصه هذه ديال لاتاي وديال الطون كما كتشوفوا، طون هنا القاطو كما كتلاحظوا، القاطو هنا الشعريه هنا البابي الومنيوم، هنا تقريبا الطعام هنايا المقارونيه، هنايا هذه الحلوه هذه 3 دراهم، ها هي 3 دراهم كما كتلاحظوا. القاطو هذا 5 دراهم، ها هو هذا الحلوه هذه 3 دراهم كما كتلاحظوا، ها هي هنايا مكتوبه. اذا المحل عبد الحفيظ اللي جا في بايو هو هذا كما كتلاحظوا، كاين المنتوجات اللي جديده انتم تلاحظوا. القاطو هذا عاود حتى هو بخمسه
الحيطون ديال الحوت، لاتاي لاتاي للماكله ديال المش. ها هي كاين هنايا الطون، الانواع ديالو الاشكال ديالو، كاين الكوفيتير كما كتلاحظوا، الشامبينيو ديال القطيع عاود هو بخمسة، كاين هاد المضلين عاود بخمسة، كاين هاد المملحات كذلك بخمسة، كاين الكاطو بخمسة عاود. وهاد الجهة منا تاع المقارونية الأشكال ديالها سباغيتي، كذلك هنايا عاود يعني كل حاجة غادي نصورها لكم بحدها باش تعرفوا نتوما. هذاك تا هو نشوف الحيط، هذا اللي غلفوا به الحيط، هذا بشحال فيه متر؟ بشحال 45 هذه ديال العرض، متر 25 على 45 مزيان. فهمتوا الانواع ديالو الاشكال ديالو كما كتلاحظوا، كاين هنايا الرخام، الرخام الابيض نزلت وقع عاود غلف فيه الكوزينه مثلا، ولا شي حيط هكا معين. كاين بوطاجي كما تشوفوا 3 دراهم، هاي هادي 3 دراهم، ها هي ها هي. كاين المهم هاد الجهه منا كامله مملحات، كاطو، سباغيتي، مقارونيه، العسل، العسل ديال الكاطو اللي كتسوقوا به، كالكوت، كاين الشوكولات، مايونيز، مملحات، مملحات. كاين هنا هاد الجهه منا ديال الحمص والعدس والروز، خمسة خمسة خمسة. ها انتما تشوفوا هنا كاين الجلبانة ديال بصارة، هنا كاين الفول، جودة ما كنتكلموا على الجودة، جودة ممتازة، وداك الشيء تبارك الله الثمن مناسب في متناول الناس. إذا هنا الروز كذلك 5 دراهم، نظرة 5 دراهم، ها هي نشوفوا شحال فيها، 220 غرام. هنايا مقارونية عاود، مقارونية 5، هنا الزريعة كذلك 5، الزريعة البيضاء 5، وملاحات كذلك 5 5 5، هنا الزبيب عاود الناس كتقلب على الزبيب، الزبيب عاود هنايا 5، شوكولات 5، كما كتلاحظوا هنايا الحوايج ديال الكاطو 5 دراهم، 5 دراهم 5 دراهم كاملين كما كتلاحظوا. هنايا الزريعة فين هاديك، ديسكت فين هاديك، هاهي هندومي جوج حبات بخمسة، هالأنواع ديالهم، كاين هنا ديال الدجاج، وكاين عاود هاد النوع هذا ديال الدجاج، وكاين هذا بينك هذا ديال الدجاج. المهم كاين هاد الأنواع هادو زوج بخمسة دراهم، وكاين عاود هاد لاصوص زوج حبات بخمسة دراهم، هاهي لاصوص خمسة، هادي حار بخمسة دراهم، هادي عاود كذلك بخمسة دراهم، هادي ثلاثة هاد الحبات بخمسة دراهم، هاهما، وكاين هادو ثلاثة ديال الكنور بخمسة دراهم عاود، وهاد الخل هدا ثلاثة بخمسة دراهم، هاهما، ثلاثة د الحبات بخمسة دراهم، الخل ديال المائدة، كاين هاد النوع هذا ديال الخل بخمسة دراهم الواحد. كاين هذا النوع هذا كذلك 5 دراهم، وكاين هذا 5 دراهم خل الابيض 5 دراهم، ها هو مطيشة 5 دراهم، العطرية، العطرية ها هي بالانواع ديالها كذلك 5 دراهم، راس الحانوت فيها هنايا ديال الطنجية، فيها ديال اللحم على حسب التخليطات. المهم ها كما تلاحظوا كاين هاد المملحات عاود كذلك 5 دراهم، 5
حسب درهم، أو كذلك هذه حسب درهم، حسب درهم، هذه الحارة خمسة درهم، مناضعة وكذلك خمسة درهم كما كتلاحظوا. هادو اللي هنايا طابليات، وهنايا كذلك خمسة درهم، هادو ديال اللي غلفوا بهم الطابلة خمسة درهم. هادي عاود الحمام خمسة درهم، حجاب خمسة دراهم، خمسة خمسة. ها هي كدير في لابابو ديال الغسل ديال اليدين، وكذلك لينيرجي معروف الثمن ديالو خمسة. نمشيو هنا لهاد البلاصة هادي ديال مواد التنظيف كما كتلاحظوا. يعني بالنسبة للمواد التنظيف راه معروف تبارك الله بخمسة دراهم، أنواع والأشكال كما كتلاحظوا خمسة خمسة خمسة، معطر عاود كذلك بخمسة. يعني بالنسبة للثمن خمسة دراهم، لا بالنسبة لهذا المعطر الجو ولا ديال الصابون ولا ديال الغسل ديال المواعن كذلك. هانتوما تشوفوا بالنسبة للصابون تعاود خمسة، هذا ديال العجينة عاود ديال غسلوا به المواعن بخمسة، هذه زوج بخمسة. نعاود تاع الدراري الصغار حليب خمسة، ها هو الانواع ديالو الاشكال ديالو كما كتلاحظوا. هذا عاود دونتي فريس كذلك خمسة، الانواع ديالو الاشكال. هذا بازلين خمسة معروف مرطب، الانواع ديالو الاشكال ديالو. هذا الصابون ديال زيت الزيتون كما كتلاحظوا معروف خمسة، الانواع ديالو الاشكال ديالو، كاين هذا وهذا النوع وهذا النوع، خزامة لوز الزيتون، وكذلك الصابون السائل ديال اللوز ديال المانغ هذا بخمسة، الشكل ديالو زين كتحط في لابابو كما كتلاحظوا، شي حاجة اللي زوينة الشكل ديالها ولا في البرودوي ديالها. كاين هاد الانواع هادو ديال الحامض، وهذا هم الانواع. كاين عاود كيسان كما كتلاحظوا، كاين بوبي ديال المسيح كيسان، كاين اللي جوج بخمسة دراهم، كاين اللي واحد بخمسة دراهم على حسب. كيسان كما كتلاحظوا بالنوري بغا بالباكية فيها 16-15 درهم تاع لاتاي، ديال لاتاي والكبار 5 درهم الواحد، والباكية 30 درهم. ديال لاتاي جوج بخمسة دراهم، الباكية 15 درهم. الله يعطيك الخير. بغا بالواحد 50 درهم. ها انتم تشوفوا هذا شنو هو، صابون هذا؟ هذا شامبان. شامبان هادو اللي جال دوش. ايه هادو جال دوش، هادو اللي جال دوش بويض، وهادو من ماكو هادو شامبان. ما شاء الله تاع البز كاين، ما شاء الله شيء ممتاز، ما شاء الله راكم جبتوا الجديد تبارك الله. الله يعطيكم الصحة، هادشي باش كيمتاز المحل ديالنا. ان شاء الله كنجيبوا كل سيمانة كتجيبوا حاجة جديدة ما شاء الله. وكذلك مواد التنظيف عاود كذلك راه ديال البوطات يقلع الوسط ديال البوطات تيكراس ما شاء الله. ديال الزليج، ديال الزليج هذا سياق مزيان جامد ما شاء الله، هادشي ممتاز ما شاء الله. يا سلام. وهنا في الوسط راني ندخلوا باش بلاتي باش نشوفوا هنايا، حنا كنا درنا من الجهه اللي من لهيه وجينا من لهيه، دابا غادي نشدوا هنا الوسط. بالنسبة هنايا كاين السيكان، السيكان كما كتلاحظوا من الأمتعة، تجمع فيها الحويجات ديالك على الأشكال والأنواع. كاين مقلامات، وكاين هنا مقلامات، هانتوما تشوفوا شي حاجة ظريفة وزوينة، الأنواع والأشكال. هنا كاين السيكان تاع بزار ديالكم فلاش، مزيان. وكاين هنايا عاود الورد للتزيين، شي حاجة اللي زوينة، الألوان والأشكال، شوف شي حاجة اللي زوينة. هنا كاين عاود داك اللي كيتحطو هكذا في كوزينه ولا في شي ديكوراسيون. مزيان انتما تلاحظوا، يعني بحال دابا هذه 5 دراهم 5 دراهم تبارك الله مزيان. ها هما راهم هنايا، ونمشيو عاود للكيسان والطباصه. ها انتم لهايات هذه ب 5 دراهم وحده، انتما تلاحظوا كاين هنا كيسان عاود ب 5 دراهم، ها
هانتوما تلاحظوا كاس ديال العصير 5 دراهم شي حاجه زوينه. هانتوما تلاحظوا كاس كاين هاد السوبيره صغيره دير فيها الوليدات الكوتي مثلا ولا شي حاجه ولا المهم هي عندها كتبلع 5 دراهم. هنا يعاود كيسان كاين هادي ها هي 5 دراهم. كاين هاد الكاس هذا بلاستيك هو 5 دراهم. كاين هاد الكاس عاود 5 دراهم ها هو. كاين هاد الشكل عاود هذا 5 دراهم شي حاجه مزيانه صحاح. كاين هاد الكيسان ديال العصير عاود 5 دراهم. باكيه بشحال فيها هاد النوع هذا؟ لا بشحال فيها الباكيه؟ 6 هاي. وكاين هاد النوع كاين هاد النوع هذا هو شوف كاين هاد النوع كاين الفناجل 5 كاين هادو تاع الزاج لما يصلحو هادو ديال العطرية ديال هاد الشكل ايوا علاش سير نجيب لك هنا ايوا نشد عليك فهمت تقدر تبلعها ودير بحال ما تقلع عليها المكفالة كاملة كتجي كتردها البلاستيك فكرة زوينة ها هي 5 دراهم ها هي شفتوها وهادي هادي ديال السكر ياك السكر ياك فهمت السكر اتاي شي حاجة المهم كاين الانواع تبارك الله كاين هاد النوع كاين هذا كاين هاد النوع عاود شفتوه عندك الغراض زلج بلدي كاين هاد النوع عاود تحطو تا ديكوراسيون هاكا مزيان هاكا عطي واحد الديكور زين هادي هي التشكيلة ديال الكيسان كما كتلاحظو ندورو من هنا نشوفو عاود طباسة اللهم بارك كاين هادو الصغار عاود ديال لاتاي ولا القهوة على حسب كما تلاحظو كاين هادو هادو من يصلحو بركي هادو ما فهمتش ديال القهوة نص نص الاكسبريس هادو من هنا بهاد الجهة كاملة حتى لهنا 50 دور لواحد الكاس 50 دور لواحد بحال دابا هذا 50 دور 50 دور لواحد هذا يجي فيه لي بطواعر هاد الشدة ديالو زينة شوف من هو ديال 4 هذا ديال 4 دراهم ها هو القابسة 15 درهم ها هو وليدي اللي تشغل عليه هنايا ها هو العنبة العنبة ها هو زين تبارك الله عليك زيد جد المحل ديالك اخويا هاد 5 دراهم من القنت للقنت ها انتم تلاحظوا ديال العطرية عاودهم 3 5 وصلنا البلاصه ديال طباسه ديال الزيتون ها هو هي الزيتون شوف شوف الشكل ديالو كي داير الشكل ديالو بحال الحوته كيديروا في الزيتون يديروا زيت الزيتون المهم على حسب اشكال ديال برانيه عاود شوف الشكل ديالها كي داير تبارك الله شوف ديال تحط فيه زيت الزيتون ولا تحط فيه مثلا في شي حاجه مزيان كاين هاد الشكل عاود كاين هاد الشكل
بشكل عاود. شوف تفصيل بهذا الشكل، بهذا الشكل عاود كما تلاحظوا. كاين هذا، شوف شوف كاين هذا البيض سامبل، البيض سامبل عاود مزيان. هادو ديال الصندريه، ديال الصندريه ديال التدخين مزيان. هاد البلاصه ديال كتلاحظوا ديال الشتاء كاين اللي يعاود بوندو ديال البنيتات كما كتلاحظوا. سكوتش تاع السقاية باش ما طرش كتجمع الماء كما كتلاحظوا. يعني كاين منتوجات تبارك الله اللي زوينة بزاف هنايا، منتوجات ما شاء الله. خيط ديال اللي بان عندكم سيراج الشتاء. هذه اللي كتحط عليها البوطاشة. هادي ديال السيليكون اللي كتحط عليها البراد باش ما يحرقلكش الطبلة. اشكال انواع ديال التزاطم. العطرية هذه مساسك. انتم تشوفوا البلاصة هذه فيها حويجات ديال العيالات. هذه الجهة منا فيها تاع العطرية، كاين باكية كاين بالحبة. انتم تلاحظوا الانواع والاشكال. هذه البلاصة هذه ديال اللي كتصفي بها القهوة وتصفي بها جميع الحويجات. هنايا كاين علاقة ديال الكوزينة اللي كتلصق في الزليج عندها السكوتش. كاين هنايا مساسك، ديال سميتو ديال المقابط ديال الكسوة. الأنواع والأشكال، كاين ديال اللوح وديال اللوح، وكاين هذا ديال البلاستيك. شوف اختيار ديالك. كاين هادي عاود تحط عليها الطاجين باش ما تحرقش الطبلة ولا شيء اخر. كاين هاد النوع عاود بوليستير تاع الجلد زينة، هادي فيها الانواع والاشكال. كاين هادي عاود ديال الخشب، ها هي. كاين هادي هاي نوريها لكم باش تشوفوها، هاي تاع الخشب. كاين هذه اللي كتقطع البيتزا، جرارة اللي كتقطع البيتزا. مقص هنا، فرشيت معالق صغار، تاع البطاطا نقشرو بها البطاطا في الزرودية وداك الشيء. أنواع الأشكال، كاين هادي عاود تختلف شوية على هادي. كاين هادي تهز بيها البيتزا، كاين هاد الشكل هذا
اللي كتحط عليه تحط عليه شي حاجه. كاين هذه عاود تقليديه الانواع والاشكال. شوف كاين هذا النوع، هذا كاين عاود هذا النوع تاع الحديد، مرايا، كاين هادو صفاية، ليها هذا الشيء. السلام ورحمة الله. أنواع الأشكال. كل هاد الأنواع هادو عاود تاع الفراشات اللي كيحركو بيهم الحريرة والشوربة والحويجات. فيها ثلاثة، فيها المغرف فرشيطة وهذه ندير بحال البار. كاين هذا الشكل هذا عاود، هذا الشكل هذا مزيان تحرك به المسائل، وعنده واحد اللعيبة هنا فين كيصفي باش تذوق. كاين هنا طاجين صغير ديال الحرشة. كاين هذه عاود كما كتلاحظوا، هذه عاود كذلك ديال الكيكه، شي حاجه صغيره ظريفه دير بها كيكه صغيره. كاين عاود هذه، شوف كما تلاحظوا، شوف هذه صينيه ولا صفاره ديال الكوكوت. كاين جوج ديال الانواع هنايا. كاين هادي تخدم بها البطاطا هاكا، تشيبس ولا هادشي ياك تاع تشيبس. كاين سكوتش، كاين هادو ديرهم في الطبلة، جرير ديال الطبلة. هنا الفاخر، كولا سبيسيال، ارقام ديال عيد الميلاد، رقم زوج، رقم 9، رقم 7، تقريبا كاع الارقام كاينين هنايا. كاين هادي عاود الفخذ، كاين هاد الشكل ديال الفخ معلق، كاين هاد الشكل عاود الارقام، كاين هادو اللي كيتساطو كبار، كاين هادو عاود الشمعة، الشمع تورنافيس بلا امريكان. كاين هذا الشكل، هاني جيت هنايا آلة الحلاقة 5 دراهم. كاين انواع ديال هذا الشكل، وكاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل انتما تلاحظوا. كاين هذه عاود تستعمل قدمين مبرد، شوف اخر الله يهدي راه تبارك الله. راه بصح انا ندور هنايا راه مازال الخير عاد، شوف مازال الخير القدام عاد تبارك الله. زعما الحال عامر حويجات على من ما قلبتو راه كاين تبارك الله الموجود، وكاين عاد السلع كل سيمانه كاين الجديد، كل سيمانه كاين الجديد. وان شاء الله حنايا غادي نبقى فيه ما يجيب الجديد، غادي ان شاء الله نوري لكم شنو جاب. ها انتما تلاحظوا تقريبا كل سبت وحد راه كاين الجديد. هذه ديال الثومه، الحاجه اللي كتكمل كنعاودو نجيبوها، ومي كتكون شي حاجه جديده عاود داخله للسوق عاد كنجيبوها عاود. اذا نكتفيو بهاد القدر هذا، والمحل راه معروف شارع بوراس بايو قرب ساحه محمد السادس. انتما تلاحظوا تبارك الله كاين كيسان، المهم تقريبا على من ما قلبتو مملحات، يعني المحل تبارك الله عامر داكشي تبارك الله ما شاء الله. يعني واش نقول لكم، يعني
خير موجود، لا بالنسبه للمكياج كذلك، لا بالنسبه للماكله، بالنسبه للحويجه ديال الكوزينه، لي بات، تقريبا كل شيء موجود ما شاء الله. يلا تحياتي لكم، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله. السلام ورحمه الله. يلا تحياتي، تبارك الله عليكم، بارطاجيو يلا اخوتي.